جهات التحقيق منها أنه كان يتوسط في بعض القضايا لصالح المستشار، منها حصول المستشار على مبالغ مالية مقابل رشوة. أحكي معك يا أستاذ عمرو، رشوة رشاوة رشاوة. وأيضا حسين الغرابلي قال أنه الإعلامية شيماء جمال كانت بتروح تاخد بعض الأوراق من القضايا وبتروح لبعض المتقاضين وتاخد مبالغ وتقتسمها مع القاضي أيمن حجاج مقابل إصدار أحكام، بل إن حسين حجاج قال في التحقيقات اللي أجرتها جهات التحقيق معاه إن هو إداله معادين لأحد القضايا، منها قضية كانت هتتأجل ليوم 5 أو يوم 6 سبتمبر الشهر اللي احنا فيه 22 لأحد المستثمرين العرب، مقابل إن هو هيحصل منه على 5 مليون دولار، هيحصل حسين الغرابلي من ال 5 مليون دولار دول على 200 دولار ليه. وقال ان الاتفاقات دي تمت في كافيه شهير داخل منطقه المهندسين. كل هذه التحقيقات تجريها جهات التحقيق في وقائع منفصله عن واقعه القتل، يعني اذا الاتهامات ما زالت تلاحق مستشار مجلس الدوله، وهناك قرارات اتخذت لمراجعه ارصدته وحساباته ومجموعه من القرارات تخدم جهات التحقيق للوصول الى الحقيقه حول ما نسب الى هذا المستشار في هذه التحقيقات.